جزاكم الله خيرا. وهو في الجو كيف يعرف أنه بمحاذاة الميقات؟ غالبا الملاحين يعلنون قبل الوصول إلى الميقات بمدة، يتهيأ الناس للإحرام. طيب. ثم إذا حالوا الميقات نبهوهم على النية وعقد النية والتنبيه. طيب. هذا في الغالب. وإذا قدر أنه لم يكن هناك تنبيه فإنه يستعد للإحرام قبل أن يركب الطائرة. طيب. وإذا ركب الطائرة وقارب من الميقات فإنه يحرم من الجو، وهذه هي أن يسأل الملاحين. طيب. هي أن يسأل الملاحين. بارك الله.